والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى بنتعرف على درس يتكلم عن الدائرة الكهربائية. بداية عزيزاتي دعونا نتعرف على أهدافنا لدرس اليوم، توضيح العلاقة ما بين الجهد والتيار الكهربائي والمقاومة الكهربائية في دائرة كهربائية. أيضا سنستكشف الفرق ما بين التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. أيضا سنحسب القدرة الكهربائية المستهلكة في الدائرة. أيضا سنوضح كيف نتجنب مخاطر الصدمات الكهربائية. الأهمية هي تتحكم الدائرة الكهربائية في سريان التيار الكهربائي خلال الأجهزة الكهربائية جميعا. مفردات التي سنتناولها إن شاء الله بإذن الله تعالى: قانون أوم، دائرة التوصيل على التوالي وعلى التوازي، أيضا القدرة الكهربائية. تعرفنا سابقا يا عزيزاتي على مفرد الجهد الكهربائي، وهو مقياس لكمية طاقة الوضع الكهربائية التي تسبب حركة الإلكترونات في الدائرة الكهربائية وتقاس بوحدة الفولت. بداية يا جميلاتي دعونا نتعرف كيف نتحكم في الدائرة الكهربائية. تتدفق الإلكترونات عبر الدوائر الكهربائية عند وصل سلك موصل أو مصباح كهربائي بين قطبي البطارية الموجبة والسالبة، ويعتمد مقدار التيار الكهربائي على المدار على الجهد الكهربائي الناتج من البطارية. ومقاومة المادة الموصلة والمساعدة على فهم هذه العلاقة، تخيلي عزيزتي أن لديك دلو قاعدته متصلة بخرطوم مثل ما هو موجود أمامك طبعا في الصورة. قاعدته عزيزتي متصلة بخرطوم ينساب الماء منه، فإذا رفع الدلو إلى الأعلى فسوف بديهيا يا عزيزاتي تزداد سرعة تدفق الماء عبر هذا الخرطوم أكثر مما كان عليه من قبل، فيزداد أيضا التيار الماء بزيادة عزيزاتي الارتفاع. الجهد والمقاومة يا عزيزاتي إذا أردنا أن نتعرف عليها دعونا نرجع شوي للمثال اللي ذكرته لكم الآن. نجد أن الماء الهابط من أعلى يخسر طاقة وضع، وكلما زادت ذلك الارتفاع زادت طاقة الماء المتحولة، وتشبه زيادة الارتفاع في النموذج زيادة الجهد الكهربائي البطارية في دائرة كهربائية. وكما أن التيار الماء يزداد بزيادة الارتفاع، فإن أيضا تيار الكهرباء يا عزيزاتي يزداد بزيادة الجهد الكهربائي البطارية. كلما كانت مساحة المقطع العريضة للأنبوب كلما زادت المقاومة. يعني كلما كان عندك مثلا مثال طرحت لكم مثال الدلو، يعني كلما كان الخرطوم مثلا مساحة مقطعه يا بنات أكبر، كلما كانت مقاومة زادت كلما قل تدفق الماء، أي قل تدفق التيار الكهربائي إذا شبهته بهذا المثال، أيضا يقل بزيادة المقاومة الكهربائية. طيب قانون أوم يا عزيزاتي هو قانون أجراه العالم الفيزيائي جورج أوم في القرن 19 الميلادي، والقانون هذا يحسب العلاقة ما بين الجهد والتيار والمقاومة. فالقانون هو عبارة عن الجهد الكهربائي يساوي التيار الكهربائي مضروبا في المقاومة، إذا أخذناه عن طريق رموز جيم تساوي تاء في ميم. الآن دعونا يا عزيزاتي نتعرف على الدوائر الموصلة على التوالي والدوائر الموصلة على التوازي. بداية يا عزيزاتي دائرة التوصيل على التوالي أعني بها أن التيار الكهربائي يكون في مسار واحد فقط ليسري من خلاله هذا التيار. مثل عندك الصورة الموجودة أمامك، لاحظي وجود مصباحين، هذان المصباحين مرتبطان بسلك، ثم يخرج من كل مصباح سلك يرتبط بالبطارية. مسار التيار لو أردت أن أتتبعه يسير التيار من البطارية إلى المصباح، ثم إلى السلك الأحمر، ثم إلى المصباح الثاني، ثم إلى السلك الأسود. يعني معناته مساره هو مسار واحد لدائرة التوصيل، وتسمى هذه دائرة التوصيل يا عزيزاتي دائرة التوصيل على التوالي. طب خلوني أشوف النوع الثاني اللي هو دائرة التوصيل على التوالي. لاحظي يا عزيزتي في دائرة التوصيل على التوالي هناك اختلاف في التوالي كان هناك سلك واحد أحمر، في التوازي لاحظي هناك سلكين باللون الأحمر، وكل منهما
يتصل بالمصباحين، بمعنى دائرة الكهرباء تحتوي على أكثر من تفرع يمكن أن يسري التيار الكهربائي عن طريقه. يعني إذا طلعت لدي البطارية من السلك الأسود ثم أرادت أن تصل يا عزيزاتي إلى المصباح، هي لابد أن تتفرع يا عزيزاتي إلى ماذا؟ إلى سلكين مختلفين، وهذا هو التوصيل على التوازن. طيب دعونا الآن نتعرف يا عزيزاتي كيف نقوم بحماية الدائرة الكهربائية. يزداد التيار الذي يتدفق من البطارية أو أي مصدر قدرة في دائرة كهربائية موصلة على التوازي كلما أضفت أجهزة أخرى للدائرة، لذلك ترتفع درجة حرارة الأسلاك، وقد يؤدي استمرار ذلك الارتفاع في درجة الحرارة إلى حدوث عزيزات حرائق. ولمنع ذلك نستخدم في الدوائر منصهرات أو قواطع كهربائية لتضع حد لزيادة التيار، فإذا وصلت شدة التيار الكهربائي إلى 15 أمبير أو 20 أمبير يحدث انصهار في سلك الفولاذي داخل المنصهر ويفتح القاطع، فتصبح الدائرة الكهربائية مفتوحة، وفي كلتا الحالتين عزيزاتي يتوقف التيار الكهربائي ويسري التيار الكهربائي ثانية عند تغير المنصهر أو إغلاق القاطع. طبعا المنصهر بنات والموضوع أمامك في الشكل اللي هو الشكل 13، لاحظي السلك الرفيع هو السلك الموجود لديك باللون الأصفر، ما نعني به الموجود في هذا المنصهر. طب دعونا الآن نتعرف يا عزيزاتي على قيمة فيزيائية أخرى وهي القدرة الكهربائية. القدرة يا عزيزاتي عندما أقول هذا الجهاز لديه قدرة كهربائية أي أعني أنه قدرة كهربائية مستهلكة في هذا الجهاز أو أي دائرة كهربائية باستخدام يا عزيزاتي معادلة معينة، وهي عبارة عن قدرة تساوي التيار مضروبا في الجهد. قدرة التيار، القدرة طبعا وحدتها واط، والتيار وحدتها أمبير، أما الجهد يا عزيزاتي فوحدته فولت. إذا أردت أن أضع كرموز، القدرة تساوي تا في جي. الآن دعونا نتعرف يا عزيزاتي على تكلفة الطاقة الكهربائية. القدرة هي معدل استهلاك الطاقة أو كمية الطاقة التي تستهلك في الثانية الواحدة، فعندما تستعمل مجفف الشعر فإنك بذلك تستهلك مقدار من الطاقة الكهربائية يعتمد على قدرة الجهاز وزمن استخدامه، فإذا استخدم 5 دقائق مثلا يوم أمس و10 دقائق اليوم تكون قد استهلكت اليوم الطاقة الكهربائية ضعف ما استهلكته أمس، ويترتب على استخدام الطاقة الكهربائية تكلفة مالية، لذلك تقدم شركة الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية وتبيعها للمستهلك بوحدة كيلو واط في الساعة. أيضا يا عزيزاتي يكفي هذا المقدار من الطاقة لإضاءة 10 مصابيح قدم كل منهما 100 واط مدة ساعة واحدة. طيب الآن دعونا نتعرف على قواعد السلامة في الكهرباء. هل شعرت يوما بصدمة كهربائية ناتجة من كهرباء ساكنة مثل لمس مقبض باب أو سيارة أو بعض الملابس في يوم جاف؟ فإن ذلك الشعور يا عزيزاتي هو نفسه ما يشبه شعور الوخز أو لسع الحشرات، ولكن الكهرباء تتأثر تأثيرها أخطر بكثير مما ذكرته لكم من أمثلة. فالصدمات الكهربائية هي سريان كهرباء في جسمك، فسوف تعاني من صدمة كهربائية تشبه هذه الصدمة الكهربائية يا عزيزاتي اللسع الذي ذكرتها لكم سابقا، فهو دائما يكون مثلا في سلك معزول أو في السوائل إذا دخلت يا عزيزاتي داخل أي جهاز. طيب دعونا نتعرف يا عزيزاتي على أن الله سبحانه وتعالى خلق جلد الإنسان يقاوم يا عزيزاتي هذه الصدمات مثل ما تقاوم قطعة البلاستيك التي تغلف السلك سلك النحاس، ويمنع هذا التيار من دخول إلى الجسم، وأن التيار الكهربائي يعبر جسمك عندما يصبح جسمك جزءا من هذه الدائرة بطريقة الخطأ، وقد تكون الصدمة قاتلة مع مرور التيار الكهربائي والعياذ بالله. فمثلا إذا تمر تيار كهربائي مقداره قيمة معينة
فهذا التيار يا عزيزاتي قد يؤدي إلى مثلا الوفاة لا سمح الله. طيب، للأمان من الصواعق يا عزيزاتي